اول قرى مركز مطوبس قريه ابيانا. 18 قريه ستشهد اعمال تطوير وتغيير كامل خلال مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا هنا في قريه ابيانا ضمن القرى اللي هيتم تطويرها. حلاوه القريه دي هي بلد الزعيم سعد زغلول. هنصحبكم في جوله مع اهالي القريه والحاجات اللي هتتطور ايه لكل متابعي اليوم السابع. يلا بينا. حضرتك احمد السكري ابيانا مركز مطوبس محافظه كفر الشيخ. رايك في المبادره اللي هي هتشمل تطوير كتير حاجات في ابيانا؟ مبدئيا احنا بنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره دي، على الحياه الكريمه اللي بيوفرها لشعب مصر. والمبادره دي لو كان في جزء من المبادرات دي من 30 سنه كانت زمان مصر من اولى دول العالم في التقدم. المبادره دي جت في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي من حسن حظنا احنا، لان هو بيدور على كل انسان بسيط وعلى القرى البسيطه وعلى اهل وشعب مصر ان يبقى في حياه في منتهى العزة والكرامة، ويشكروه على كل ما بيبذله الجهود مع المصريين في كل مكان من مصر. أما بالنسبة للقرية فهي كانت محرومة من الخدمات لسببين، إنها وقوعها جنب مركز مطوبس ووقوعها جنب مجلس قرى ومنية المرشد، لأنها القرية الأم. كنا ضحية لكل مساعدات، وفي الخطة العاجلة وغيرها كانت فلوسنا دائما تحول لإما مدينة يا إما قرية الأم، وإبيانا مهملة من الخدمات. ما جناش محافظ من أيام المحافظ حسين الريحاني يزور قرية إبيانا، بلد زعيم أمة وقائد ثورة 19 اللي زيها وبلمت شعب مصر كله هي 30 يونيو. سؤال بقى. أي ثورة من الثورات الثانية. جميل. سؤال. 30 يونيو، يا ريت كان تاريخ ميلادي 30 يونيو. سؤال. كانت مصر كلها تحتفل معايا بيه. جميل. سؤال. أمورني، اتفضل. برغم حرمان المحافظة من وزارة المحافظين. أيوة. لكن على ما المحافظ الحالي اختار مطوبس واختار القرى ومنها إبيانا. واختار إبيانا. تمام. طبعًا. إبيانا فيها حاجات. لا، رأيك إيه؟ رأيك كيف اختياره؟ رأيي بنشكر سيادة المحافظ على اختياره إبيانا، هو اختيار موفق. وده خصوصًا دي بلد الزعيم. بلد زعيم، زعيم أمة. التاريخ بالزبط. لن يقبلوا التاريخ مهما حيينا أو متنا، بس عندنا فيها مشاكل كتير، منها على سبيل المثال الوحدة الصحية في إبيانا. ما فيش فيها طبيب. الطبيب بيتمضي له كل يوم بأمر المدير. خلي بالك كل ده أيوة. كل ده أيوة. هيتم تطويره. احنا بنتكلم في التطوير دلوقتي. التطوير ده خلاص، ده قرار خد السيد الرئيس للحياة الكريمة، انتهى الامر، ما فيش فيه نقاش، انتهى. قرارات السيد الرئيس نافذة. يا ريتها كانت. شعوركم ايه؟ من شعور احنا داخلين على الجنة، احنا داخلين على الجنة، احنا مستنيين الجنة، هي دي اللي هتبقى الحياة الكريمة. بعد التطوير هنيجي نصور معاكم. تكريم الانسان في حاجتين، في مماته وفي حياته دلوقتي. بيكرمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا هنبقى في كرامه وفي عزه. هو ده. هتعرف بحضرتك سهى محمد زغلول. ده انت الحفيده الكام؟ الخامس، جيل الخامس. الحفيده الخامس للزعيم سعد زغلول. أيوة. اللي ورانا ده بيت الامه. تمام. البيت اللي هو نشأ فيه، اللي نشأ فيه، اللي اتولد فيه. مبنى السلام لك، ده حضرتك اللي ورايا. مبنى السلام لك. الناحيه الثانيه مبنى الحرم لك، اللي هو الناحيه الثانيه. ايوه. رأيك في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى، وطبعا إبيانا هي أول يعني من بين القرى هيتم تطويرها إن شاء الله. أنا بشكر الرئيس السيسي، شكر خاص مني أنا للرئيس السيسي، رئيسنا كلنا، وبشكر باسم كل أب وكل أم وكل تلميذ عندي في المدرسة وكل ما يخص إبيانا والخمسين مركز اللي مترشحين، بأشكره وبأتمنى لحضرته التوفيق باستمرار، وإن يبقى إن شاء الله الجمهورية كلها تبقى بمستوى قريتنا إن شاء الله ومستوى المراكز كلها. فكرة إن هو إن حضرته يتبنى القرى فكرة جديدة، إن هو هيتم تطويرها من رصف ومن حاجات كتيرة. تقول إيه لأهل قريتك لما بعد سنة نيجي نصور؟ أقول لهم إن إحنا طبعاً بنتمنى
ان احنا الشغل اللي اتعمل ده نحافظ عليه، لازم نحافظ على الشغل اللي اتعمل ده ونطوره كمان وكمان، يعني نحط ايدينا في ايدين بعض يعني ومع الشباب، وان احنا التطوير ده نسعى في التطوير معاهم ونحافظ على اللي اتطور ده والجزء اللي اتعمل ده نطوره كمان ونساعد مع بعض. والحاجات اللي هتتعمل ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني اسمك ايه بقى؟ رحاب. صوت عالي. اسمك ايه؟ رحاب. وانتي؟ فاطمة. وانتي؟ ملك. ريهام. زياد. قولي لي بقى، انا اللي سمعته انك انت بتقولي مش عايزة تمشي من المدرسة هنا، ليه؟ عشان بنتعلمه وكده يعني. اتوحشت المدرسة؟ اتوحشت المدرسة؟ عايزة ترجع المدرسة تاني؟ انا سمعت كمان انك انت بتقولي مش عايزه امشي من، انت رايحه اعدادي صح؟ لا، هي في خمسة. رايحه سته وبعد كده هتروح اعدادي. مش عايزه تمشي من المدرسه ليه؟ كده ليه؟ افهم، فهميني. كلمك خفيش. قولي قولي جنبي. قولي المدرسين اللي انت قلتيه، اللي انت ليه عايزه اقوله، عايزه اسجله معاكي. عشان بحب المدرسين وبحب اتعلق كده. طب ايه رايك بقى ان بيانا دي هتتبني مدرسه تانية، والرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم ببيانا او بمركز الاوتوبوس ومنها قريه بيانا. طب لو انت هتتنقلي في مدرسه زيها توافقي ولا لا؟ توافقي. قولي بقى ايه رايك في مدرستك؟ جميله. عايزه ترجعي لها؟ عايزه تحضر المدرسة وتتعلمي؟ تقولي ايه بقى لكل الناس اللي يقولوا مش عايزين نروح المدرسة، تقول لهم ايه؟ يروحوا. داخل قرية ابيانا اللي بدأنا باليافطة بتاعتها، احنا جوه القرية عشان نسمع رأي الناس في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. طبعا محافظة كفر الشيخ بقيادة اللواء جمال نور الدين، برئاسة اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ، اختارت مركز متوبس و 18 قرية أم و 187 تابع. ازاي حضرتك؟ ازيك يا رئيس؟ رأيك ايه لما ادي الأول اسم يا رئيس؟ طيب اسمك يا سيدي. أنا آسف. حمزة المنصوري، عضو مجلس محلي سابق. ماشي. قول لي بقى اتفضل، رأيك ايه في المبادرة والتغيير هيحصل ايه؟ احنا رصدنا أو صورنا حاجات في بيانا، قول لي رأيك هيكون ايه؟ وتقول ايه عن المبادرة؟ انا بداية باسم اهالي بيانا وباسم عمدة بيانا واهالي بيانا الكراء، بنشكر زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الكريمة وعلى هذا المشروع القومي اللي هينجل القرى المصرية نقلة حضارية كبرى. ماشي، بنشكره وبنقدم له جزيل الشكر. تمام. قول لي بقى من وجهة نظرك بقى، طبعا اكيد انتوا عارفين الحاجات اللي هيتم تطويرها في بيانا زي ايه؟ هيتم عندنا تطوير بالنسبة لقطاع التعليم، هيتبني مدرسة تعليم اساسي. قطاع الصحة هيتم تطوير الوحدة الصحية. قطاع الطرق هيتم رصف حوالي 8 كيلو اسفلت، ماشي، زائد 4 كيلو طوب انترلوك. ماشي، هيتم استكمال مشروع الصرف الصحي اللي شغال في القرية. هيتم احلال شبكة الكهرباء بالكامل. هيتم تدعيم خطوط التليفونات وخطوط الفايبر لاستيعاب الزيادة السكانية الموجودة. ماشي، ده بالنسبة ايه لمعظم الخدمات الموجودة. جميل جميل. تمام. طبعا. شكرا لحضرتك. لسه برضو بشكر رئيس المدينة مستشار جمال فهمي عيد على مساعدته، ماشي، ودعمه للقرية، ماشي، والسادة المسؤولين ورئيس القرية وعمدة إبيانا، وبالنيابة عن أهالي إبيانا بكرر الشكر لفخامة الزعيم عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة واختيار مركز متوبس ضمن المرحلة